السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن أنا بنراكم على خير بعد مدة انقطاع، وأتمنى إن كلكم على خير إن شاء الله. اليوم مش هتكون محاضرة قدر ما إنها تحدي في وضع أسئلة كتيرة جدا لكل واحد معانا بيتفرج على الموضوع اليوم. مش محاضرة ولكنها أسئلة فيها تحدي لنا جميعا. كلكم تذكروا أفلام كوكب القرود، كان من أحد الأفلام الأولى اللي أنا شاهدتها بتاع تشارلتون هيوستن في السبعينيات تقريبا، إن هو دخل كإنسان وعاش في كوكب القرود، لأن كوكب القرود بيقود المجتمع أو القرود بتقود المجتمع، وكان هو أحد الناس اللي بيقاد. من آخر الأفلام اللي اتفرجت عليها أنا في كواكب القرود دي، اللي هو أحد المراكب الفضائية نزلت في مكان ما في زمن ما، فأحيط بالقرود اللي هم كان عندهم مجتمع قوي جدا، ولما هربوا منهم بالقرود دول بعد سنين من الزمن، الله أعلم زمن في ذلك الوقت، رجعوا لأمريكا، كانوا سعداء جدا من وصل هناك، فلقوا أن القرود احتلوا أمريكا. ليه أنا بتكلم على كوكب القرود والعملة الإلكترونية البيتكوين؟ ليه؟ هنشوف دلوقتي، لأنها كلها تحديات ترجع لنا لتاريخ الإنسان منذ آلاف السنين، وكيف عاش على ظهر هذا الكوكب، وكيف تأقلم وتطور وبنى حضارات إلى آخره. أول حاجة هنتكلم فيها، ودي كلها تحديات، كل واحد فينا يرجع ويقرأ ويشوف تاريخ كل كلمة أنا بتكلم عنها. تاريخ الكتابة والمحافظة على المعلومة، بدأت الكتابة على الحجر سواء كان بآلات حجرية أو معدنية، بعدين الرسوم على الجدران زي ما هو موجود في المعابد بتاع القدماء المصريين في مصر، أو على الأخشاب والأقمشة والجلد، وبعدين بدأت الكتابة بالريشة، اخترعنا الأقلام واخترعنا الحبر، واخترعنا بعد كده آلات الكتبة، واخترعنا بعد كده الكمبيوتر، واخترعنا بعد كده الصناعات الإلكترونية والتواصل الاجتماعي إلى آخره إلى آخره إلى آخره. يعني في الأصل الكتابة على الحجر كانت موجودة، إلى الآن نجدها في أماكن مختلفة. أما الكتابة في السايبر سبيس اللي هو المجال المناخ اللي بنكتب فيه المعلومات الرقمية، لا يستطيع أحد يتحكم فيها، لأنها بتعيش في الجو والفضاء الخارجي. وكذا تطور تاريخ الكتابة، وكذلك تطور تاريخ حفظ المعلومة داخل المجتمعات وداخل الأرشيفات إلى آخره. ده بالنسبة لإيه؟ لتاريخ الكتابة. كل واحد فيكم يرجع ويقرأ تاريخ الكتابة بدأ إزاي. طبعا تطورت الكتابة بعد ما صنع ما اخترعوا الورق زي ما احنا عارفين. يعني العملات، يمكن أنا هذكر كلمة تاريخية هنا، إن كان في عملات ذهبية وفضية ونحاسية كتيرة موجودة. لو في ورقة هنا لو اكتب عليها، ذهبية وفضية وبرونزية ونحاسية إلى آخره، في الدولة الفارسية والدولة الرومانية والدولة البيزنطية. فلما جاء المسلمين عمل لهم دولة وأصبحت دولتهم قوية في سنة 77 بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بالضبط يعني في عصر الدولة الأموية، في عصر عبد الملك مروان، عمل الدولة العملة الذهبية المسلمة اللي اسمها الدينار، لأن كان في الدينار البيزنطي ده كان ذهبي، وكان في العملة الفارسية كانت فضية بيستعملوها، كان في عملة نحاسية دي بيزنطية أيضا. فجاء عبد الملك مروان سنة 77 وسنة 78 عمل الدينار الذهبي المسلم والدرهم الفضي الخالص، وكان تم وزن الدينار الذهبي في الوقت ده 4.2 جرام، وزن الدرهم الفضي كان بيساوي 2.8 جرام. ليه؟ لأنه حب رئيس الدولة أن يتحكم في اقتصاد الدولة بعملة هو يصدرها. أنواع العملات اللي هنتكلم عنها تاريخ العملات دلوقتي، زي ما قلنا بنتكلم في عملة ذهبية وفضية برونزية نحاسية ألومنيوم إلى آخره، بعدين أصبحت العملات ورقية، قال لك الحاجات دي تقيلة في الجيب وكذا 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 وتخزنها، فأصبح في عملات ورقية اللي منها الدولار الأمريكي والين الياباني واليورو الأوروبي، جنيه الاسترليني والروبل الروسي والروبية الهندية والباكستانية
والعملة الصينية الدينار والريال والدرهم والليرة اللي موجودين في الجمهورية في المنطقة العربية، وكذلك فده بالنسبة للعملة الورقية. تحولت العملة إلى عملة رقمية حاليا، نعم نسميها أرقام. كل أموالنا في البنوك دلوقتي بنحملها عن طريق كارت زي اللي موجود هنا. طبعا مش هطلع الكارت بتاعي عشان معلش على البنك، ولا هطلع أي كارت من الكروت دي، لكن أنا هطلع حاجة كده هذا كارت عشان ما اعلنش ما 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 لا اسوغ لاي مجموعه، واخد بالك؟ فالكارت ده انت ممكن تصرف بيه اي مبلغ مبالغ داخل ايه الحساب البنكي بتاعك من البنك، ما بتشوفش فلوس، اصبحت الفلوس ارقام بتجيلك على ورق. حديثا تطور العلم واصبحت العمله الالكترونيه البيتكوين دي اصبحت، يبقى احنا مشينا من الذهب والفضه الى الورق الى الرقم الى البيتكوين اللي هي العمله الالكترونيه اللي هي طالعه جديده، والناس كلهم مهووسين وعايزين يخشوا فيها. بعد ما كانت احد الـ 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 بعض البنوك وبعض الدوائر الماليه بتحاربها في اثناء ظهورها. طيب يبقى ده بالنسبه للعملات. التكنولوجيا مين اللي بيتحكم فيها دلوقتي؟ ده السؤال الثالث. بالك اقوى احنا من يتحكم في التكنولوجيا الان زي ما انتم شايفين اهو، الولايات المتحده الامريكيه، كندا، الاتحاد الاوروبي، اليابان، الصين، روسيا، الهند، برازيل، جنوب افريقيا، تركيا، سنغافوره، ايران، الدول العربيه الاسلاميه. اسئله انت ايها الشخص او انت ايها الفاضله، احنا قاعدين في البيت كده لابد نجاوب عليها عشان نعرف من نحن، اين نحن، وماذا نفعل، وما دورنا من الحياه. كلمنا عن العمله، كلمنا عن تاريخ الكتابه، كلمنا عن التكنولوجيا دلوقتي. من يتحكم في التكنولوجيا دلوقتي؟ اسال نفسك وجاوب على كل نقطه من هذه النقاط. هل هذه الدوله او دولتك او انت شخصيا كمبدع في العمل التكنولوجي وعندك اختراعات تستطيع انك تحرك بها دوائر اقتصاديه في العالم؟ التحدي الرابع في الاسئله هنتكلم عنه هي ما هي اغنى 10 شركات في العالم. طلع لي كده في العالم اغنى 10 شركات، اغنى 20 شركه، اغنى 50 شركه في العالم، اغنى 10 شخصيات، اغنى 50 شخصيه، اغنى 100 شخصيه. هل هم الشركات اصحاب صناعه السلاح، ام اصحاب صناعه التكنولوجيا، ام اصحاب صناعه الدعاره، ام اصحاب صناعه السينما، ام اصحاب صناعه ام اصحاب صناعه السينما، ام اصحاب صناعه النجوم الرياضيه وكره القدم؟ كره القدم اصبحت صناعه خطيره جدا. كل هذه الاشياء تدل عننا، او اصحاب صناعه المخدرات، بنتكلم على السلاح والدعاره والافلام الاباحيه دي البورنوغرافي والمخدرات والتكنولوجيا، بل تكنولوجيا المعلومات او اسواق المال او 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 الى اخره، او النجوم او الاصحاب الشركات الاعلاميه الى اخره. فلا بد تسال نفسك انت او تسالي نفسك انت، من هم اصحاب هذه الشركات العملاقه عبر القارات في العالم الان، وما تأثير هذه الشركات على حياة الإنسان وحياة البشر وحياة الخلائق كلها في العالم؟ ده التحدي الرابع. التحدي الخامس اللي قدامنا ركائز الصناعة، ركائز صناعة الاقتصاد. خامس أركان الاقتصاد أو ركائز صناعة الاقتصاد. إيه هي أركان الاقتصاد اللي عندنا؟ الأرض اللي احنا عايشين عليها، المياه، البحار، الأنهار، المعادن، الموارد الطبيعية الأخرى، المصادر البشرية، الموقع الجغرافي، التضاريس، المناخ، الثقافة، العقيدة، العادات، القيم والتقاليد. دي مكونات الاقتصاد. لو احنا عملنا 100% منها، عندنا منها كام؟ في الموارد البشرية، الموقع الجغرافي، التضاريس، المناخ، المياه، البحار، المعادن، الموارد الطبيعية الأخرى إلى آخره إلى آخره. اسأل نفسك واسألي نفسك في تحدي واضح وصريح، وأنا بتحدى الجميع، بل أنا لابد أن نقف وقفة لكي نصبح
كوكب من كواكب القرود يقودنا ناس لا نعرفهم. أنا لن أكون قردا، لن أكون قردا، ولن أريدكم أن تكونوا ممن يعيشون في كواكب القرود مسلسلين بسلاسل يقودنكم من لا تعرفونه. ده بالنسبة للذكاء الاصطناعي، أقوى الصناعات في العالم نتكلم عليها، أقوى الصناعات في العالم يمكن أنا اتكلمت عليها في الشركات الصناعة. هي صناعة إيه؟ أرجع أقول تاني، قلت عليها في أقوى 10 شركات في الأول. صناعة السلاح، التكنولوجيا الحديثة، تكنولوجيا المعلومات، البتروكيماويات، الدعارة، المخدرات، السينما، الإعلام، كرة القدم، السياسة، الثقافة، القيم، التاريخ، فكر، تعليم، مناهج البحوث، النجوم والرموز المجتمعية. هذا تحدي لنا، هذه صناعات مجتمعية تصنعها الشركات التي تكلمت عليها في الأول. لقد تكون شركات غنية وناس أغنياء يتحكمون في هذه الصناعات، شركات تكنولوجيا معلومات، شركات اللي بتروج وتسوق السلاح وتبيع الفكر الداعي والدعارة والأفلام الإباحية إلى آخره إلى آخره، أو المخدرات إلى آخره. ودي أقوى أنواع الصناعة والتجارة في العالم نتكلم عنها. خلاص، ده تحدي آخر تجدوه أنتوا وتحطوه في أرقام بعدها فوق بعضها. إيه هو أبعاد السوق العالمي، أسواق العالمية؟ سوق المال والبنوك، سوق المضاربات والبورصات، أسواق المتخصصة في الصناعات والمعادن والخامات، أسواق التقليدية المتعارف عليها عندنا في كل حتة، أسواق المحلية للحرفيين والزراع والصناع، الصناعات اليدوية والمواشي والبقر وكذا 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 إلى آخره. كل دي أسواق إحنا بننشئها حسب قدرتنا المادية والفكرية والسياسية والاجتماعية والموارد البشرية اللي عندنا. فهي أبعاد السوق العالمي، من هي الأسواق التي نستطيع إحنا أن نصنعها بأيدينا؟ ده التحدي السابع في أبعاد السوق العالمي. يبقى أنا اتكلمت عن 7 حاجات أمامنا دلوقتي. الأول تاريخ الكتابة، الثاني تاريخ العملات، الثالث من يتحكم في التكنولوجيا الآن، الرابع ما هي أغنى 10 شركات في العالم، الخامس ما هي ركائز صناعة الاقتصاد، السادس ما هي أقوى الصناعات وأقوى أنواع الصناعة والتجارة في العالم، السابع أبعاد السوق العالمي. الأسئلة الثلاثة اللي أنا هقولهم دلوقتي هم 8 و9 و10 موجودين هنا. أول حاجة نسأل نفسنا، ماذا لو ضاعت المعلومة؟ من ستكن عنده هذه المعلومة ليتحكم بها في الدول والشعوب والأفراد؟ ما هو الشكل الذي سيصير أو يصبح عليه العالم بعد ضياع المعلومة؟ 8 و9 و10، ماذا إذا ضاعت المعلومة؟ حيث أننا وصلنا للأرقام التكنولوجيا الرقمية، ومن سيتحكم في المعلومة بعد ضياعها من عامة الناس؟ وما هو الشكل الذي ستصير إليه المجتمعات والشعوب بعد ضياع المعلومة؟ هل سنتحول إلى من الدول إلى مدن وقرى وأحياء وشوارع وبيوت وأفراد؟ هل ستتحول الشعوب إلى قبائل وعرقيات وعائلات وأسر وأفراد بعدما كنا دول وكنا كتل؟ هل ستتحول المكونات المجتمعية من ديانات إلى طائفيات وأحزاب ومدارس فكرية وآراء واجتهادات تبعات فردية؟ نسأل نفسنا في السوق اللي احنا بنخش نشتري منه أي حاجة، ده كل شيء لا يصنع في الوطن، من الأكل للشرب لللبس للفرش الفراش إلى آخره إلى آخره. وأنا غني وأنا متعلم وأنا قادر؟ لا، أنت لست غني ولست متعلم ولست بقادر، لأنك تابع، عبدا لمن يصنع وعبدا لمن يبيع وعبدا لمن يشترك بماله، من يشترك من يشترك بتكنولوجيته وصناعته وتصرف فيها المال دون أن تدري كيف يستفاد من هذا المال.
لما هنيجي نتكلم مع كل هذه المشاكل، أنا قريب من أني أصبح قردا أعيش داخل كوكب قرود مسلسلة يتحكم فيها مجموعة من الصناع المهرة الذين حولوا مقدرات الحياة إلى مصادر قوة في أيديهم، وعاش العالم كله الآن يمشي وراهم شبرا بشبر وذراعا بذراع واتجاها باتجاه، حتى إذا دخلوا جحر دب دخلنا وراءهم. ده معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إننا بنلغي شخصيتنا، بنلغي قيمنا، بنلغي وجودنا بالتبعية وعدم الاعتماد على النفس وعدم القدرة على التفكير وعدم القدرة على الإبداع وعدم القدرة على معرفة أركان الصناعة وأركان الحياة واستعمار الحياة. استعمار الحياة معناها بناءها. أنا لن يدرني شيخ يجي يديني خطب جمعة وليل ويقيم الليل مليون مرة وهو أكله وشربه ومنامه مستورد من خارج بلده ولا يدري أين أصرف أمواله. من أين سنأتي بالعلم؟ ألم نكن أمم صنعت العلوم؟ ألم نكن أمم صنعت الثقافات؟ ألم نكن أمم بنت الحضارات؟ ألم نكن أمم بنت النهضات؟ ألم نكن أمم أفرزت علماء؟ ألم نكن أمم وفرزت أدباء ومثقفين إلى آخره إلى آخره؟ أين نحن الآن؟ أصبحنا في هذا العالم الفسيح بعد أن أصبحنا 7 أو 8 مليار نسمة في العالم، يتحكم فينا أقل من 5 أو 10 أو 0.5 مليون شخص، والباقي أصبحوا يعيشون مسلسلين داخل كوكبا كبيرا من كواكب القرود التي صنعوها لنا. إن ضاعت المعلومة لن نعرف أبدا ما هو مصيرنا أبدا، سواء كانت عملة إلكترونية ولا عملة رقمية ولا عملة ورقية ولا أي شيء. انظر لقيمة العملة في داخل بلدك الآن. كل العملات تسجد وتركع لعملة أو عملتين في العالم، كلكم يعرفونها. كل العملات، أي أن كل الاقتصاد في العالم يسجد ويركع لمثل هاتين العملتين أو بضع العملات دي كلها. لذلك اتحد الدول العظمى الاقتصادية لكي تتحكم في كوكب القرود هذا. ما هو الحل؟ هناك بعض الحلول ممكن نتكلم عنها. ما هي الحلول المتوقعة لمواجهة أسباب حدوث ظاهرة كوكب القرود أم مجتمع الفرد والكهف والغار؟ أولا، أول ركن ركين في أي تغيير وأي بناء هو الإيمان. الإيمان، وما أنجز منجز أو مجتهد أو رجل فكر أو رجل ثقافة أو رجل ثورة أو امرأة فكر وثقافة وفورة إلا أن آمنوا بفكرتهم وآمنوا بعقيدتهم. أول نوع من أنواع الإيمان هو الإيمان بالعقيدة بتاعتك، ثم الإيمان بالوطن والمجتمع الذي تعيش فيه وأنك تخدم هذا المجتمع وهذه القومية من أجل أن تنقذها من الهلاك. الإيمان الثقافي بتاعك، تأمن بثقافتك، أنواع كثيرة من أنواع الإيمان، وتاريخك وأخلاقك، أخلاقك. بنتكلم أنواع الإيمان، إيمان عقيدي، الوطني، القومي، المجتمعي، الثقافي، التاريخي، الأخلاقي. الإيمان العرقي، إن من عرقية معينة أو من قبيلة معينة وعايز تخدمها لابد أن تؤمن بهم. الإيمان الجغرافي، المنطقة دي بتاعتي، أعيش وأموت من أجل الدفاع عنها، أعيش وأموت من أجل تنميتها، أعيش وأموت من أجل إسعاد كل مخلوق داخل هذه المنطقة الجغرافية. الإيمان بنفسي أنا كشخص قادر على إحداث التغيير. يبقى ندخل أنواع الإيمان، من الإيمان بالله والعقيدة إلى الإيمان بالشخص، إن أنا قادر. لا يهزني هذا، لا يهزني
زلزال أو إشاعة أو مكيدة، لأنني واثق فيما أريد أن أحققه لمجتمعي وللبشرية والإنسانية. ده الإيمان نمرة واحد. نمرة اثنين التعليم والركن الركين. ليس فقط التعليم، التعليم ثم التعلم للرغبة الجامحة على الاستمرارية في التعلم والحصول على المعلومة والفهم، فهم أركان الحياة وكيف تسير وفق هذا الناموس العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، ومعرفتي بقيمة المعلومة التي بين يدي، وأن المعلومة هذه في قيمتها قد تكون أغلى بكثير من المليارات التي نتداولها بين أيدينا. والواعي، هل أنا أعي ما أقول؟ هل أنا أعي ما يجري حولي؟ هل أنا أدرك ما بما هل الوعي ده أدى إلى أن أصبحت أن أدرك كل المتغيرات التي تسير حولي أم لا؟ يبقى التعليم، التعلم، الفهم، قيمة المعلومة، الوعي والإدراك. بعد كده لابد في المجتمع اللي أنا بعيش فيه أؤمن بالتجربة والتطبيق والممارسة، وأساعد على التجربة والتطبيق والممارسة لكي أغير المجتمع، أي أن النظام السياسي داخل المجتمعات التي تريد أن تحدث تغييرا إيجابيا لمجتمعاتها أو في محيط مجتمعاتها لابد أن تسمح بالتجربة والتطبيق والممارسة وتعطي مساحة أكبر من الحرية لهذه المكونات. التواصل، التواصل معانا كلنا، تكامل، تبادل المعلومة، الخبرة ليس ملك أحد لكنها ملك المجتمع. التواصل والتكامل والتبادل، تنسيق مع من معي في المجتمع بتاعي، ولو كانت قرية أو حارة أو شارع أو زنجة، تنسيق، تعاون فرد، بناء الشراكات والتحالفات. لا يستطيع أحد منا الآن مهما كانت عقيدته وإيمانه وقدراته المادية أن يقوم بهذا العمل وحده، فلا بد من بناء الشراكات والتحالفات والتكامل والتواصل مع بعضنا البعض. السماح بالمشاركات المجتمعية، من يريد أن يتحكم فيك ويحولك إلى كوكب قرود لن يسمح لمن يقودون مسيرتك السياسية بالمشاركة الاجتماعية، لأنه إذا حدثت مشاركة مجتمعية لن تكون قردا، ولن يصبح بلدك أو وطنك كوكب من كواكب القرود، لأن المشاركة المجتمعية المتكاملة بين أفراد المجتمع كله هي القادرة على إحداث الطفرات وبناء النهضات وإقامة الحضارات وتعزيز بناء قدرات القيادات المجتمعية القادرة على إحداث التغيير الإيجابي لنمو المجتمعات. المرجعية، مرجعيتك مين؟ أنا مرجعيتي لا أبداً، لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. لا، أنا مش فرعون، أنا مش نمرود، أنا مش نيرون، أنا إنسان. مرجعيات، مرجعيتني أصل الخالق سبحانه وتعالى، الوطن، الشعب، المجتمع، العلماء المتخصصين، العائلات اللي هي التقليدية، يعني في أنماط في المجتمعات تعيش على العائلة، قيادة القبيلة، الأسر والمواطن نفسه. يصبح المواطن الفرد مهما عظم أو قل هو مرجعية لي، يسألني فأجيب لأنني مساءل عنه أمام الله سبحانه وتعالى، ثم مساءل منه أمام المجتمع، ثم مسؤول عنه أيضا. المواطن، الخالق، الوطن، الشعب، المجتمع، العلماء المتخصصين، العائلات والأسر والقبائل والمواطن. كيف نبني مقتصدنا المحلي كما بناه آباءنا وأجدادنا منذ آلاف السنين قبل أن تنشأ الجامعات والكليات والمعاهد وكذا وكذا وكذا؟ كان أبونا راعي غنم، كان جدنا مزارع، كانت أمنا تشتغل في البيت ست بيت أو فلاحة، كان عمنا نجار،
كان خالنا خوجة بيعلم الطلبة ألف ب جيم دال. هكذا بنيت المجتمعات، هكذا بنيت المجتمعات، من هؤلاء الذين بنوا أسواقا محلية عرضوا فيها كل ما أنتجوه بأيديهم، إما داخل البيوت أو داخل الحوانيت. فلما هذا السوق المجتمعي الذي أصبح فيما بعد قادرا على بناء اقتصاد القرية التي تحولت إلى مدينة وتحولت إلى مجتمع وتحولت إلى وطن وتحولت إلى نهضة وتحولت إلى إمبراطورية فيما بعد. فكيف نبني اقتصادنا القومي على نبنيه على إيه؟ على الموارد المحلية والكوادر البشرية الوطنية. في مراحل البناء كن بسيطا سهلا معتمدا على كوادرك البشرية وإمكانياتك المحلية الاقتصادية. لا تحلم بما حصل عليه الآخرين، لكن ابدأ بما كان بين يديك أو متاحا بين يديك لكي تستطيع أن تحصل على ما حصل به الآخرين بعد أن أقاموا نهضتهم وحضارتهم بمئات السنين. يبقى لابد في الأول أن نقيم هذا الاقتصاد، أننا نعمل إيه؟ الاقتصاد المحلي القوي القائم على الموارد المحلية والقواعد البشرية الوطنية. العدل والمساواة والإخاء الوطني دي المنظومة السياسية، الحرية يعني وجود مناخ الحرية والأمن والأمان والسلم المجتمعي. إذن اليوم أنا لم أجيب على كل الأسئلة اللي أنا وضعتها أمامكم، لكن وضعتها كتحدي، وإن لم نتحدى أنفسنا سنصل إلى أن نصبح كهذا. السؤال اللي بعدها، أنا لن أكون قردا، لن أسمح لنفسي أن أكون قردا. أنا بحب القرود، جميل القرد، لكن أنا لن أصبح قردا يقودني من لا أعرفهم. هكذا يكون الإنسان الذي خلقه الله مكرما قائدا ليستعمر الدنيا ويقيم فيها الحضارات ويسعد بها كل الخلائق وفق المنهج الرباني لله سبحانه وتعالى. فلن أكون قردا. نقطة ثانية، أنا سأكون إنسان شئت أنا أم أبيت، وهذه رسالتي. عندي رسالة، عندي مهمة، عندي قيم، عندي أخلاق، عندي مبادئ، عندي عقيدة، عندي ثقافة، أريد أن أبني بها مجتمعا سالما آمنا يعبد الله حق عباده، يخدم الإنسانية خير خدمة، ويطأطئ رأسه أمام الحق ويقف شامخا أمام الظلم. هكذا سأكون إنسان، ولن أسمح لنفسي أن أصبح قردا، ولن أسمح لكم أن تصبحوا قرودا. فهيا نخرج من كوكب القرود الذي بني لنا لنعيش فيه ونفهم مدارك ومسالك الحياة لكي نعيش مستقلين قادرين على الإبداع المجتمعي والبناء الإنساني الذي تسعى به البشرية. شكرا وجزاكم الله خيرا. ألتقي بكم غدا باللغة الإنجليزية. Thank you very much. I'll see you tomorrow. Same time, inshallah, 12 o'clock. Inshallah, the title of my talk or my challenge to you, to all of us tomorrow, is Planet Ape and the Bitcoin. Planet Ape and Bitcoin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.